سنتين. من فارق الأوطان يعيش محتار محروم الحنان، في غربته محتار يتجرع فراقه والحنين. فوق هذا جاتني أخبار ودت للجنان، وإيش الخبر يا أخوال؟ في تهديد خلاني حزين. قصيدة كلمات محمد حسن قايد ساكر محافظة إب القف، ساكن بجوار مجمع الخير رصابة. تحيات الأخ قايد علي قايد ومروان حسن قايد وعبد علي قايد. بلحنها فائزة وشمس عزفاء أبو خليل عبد الفرحان وإيقحة زياد مع تيادة سيادة الفائز. سبعتين 1 6 9 4 0 9 0 او 7 1 1 1 5 0 4 9 0